ما تيعرفني مال. لا لا هما ماشي حنا. صلاح الدين باي. بسم الله الرحمن الرحيم، كنبغي نشكر الطاقم التقني واللاعبين على المجهودات ديالهم. الحمد لله 3 بوان خارج الديار، كانت في المستوى كنا محتاجين لها هذا هو الوقت. كما كيعرف الجميع حنا الحمد لله كنا جايين بازين لاننا باش نديو 3 بوان، داك الشيء اللي تاثر علينا. كنبغي نشكر اللاعبين ونشكر الطاقم التقني والجماهير اللي كتساندنا 93 دقيقه، واخا ما معناش هما ما معناش ولكن ديما معنا في قلوبنا. كنهديو لهم هذا الفوز هذا اللي كان في المتناول وكان في الوقيته ديالو كيف ما كنقول، والله يسر الامور. صلاح الدين باهي راه.